بعد أقل من 24 ساعة من النواب لما بصموا على قانون الإجراءات الجنائية، السيسي صدق عليه، على التعديلات اللي أقرها البرلمان المتنقي على الفرازة للأجهزة الأمنية. السيسي يصدق على الإجراءات الجنائية وقانونيين شكلية وتهدر حقوق المتهم. خلاص صدق عليها التفاصيل، خلاص صدق السيسي عليها. قال لك يوسف المحامي عصام الاسلام للقانون بتعديلات الوقت الضائع، قال لك يعني انت بقالك 10 سنين ساكت وجاي في اليوم الاخير تقدم مشروع قانون عشان تصدره. مدير المركز المصري دعم استقلال القضاء والمحامي ناصر امين قال لك ان التعديلات تهدر الغرض منها وتهدد بحدوث ازمه عداله، وقال ان الاثر المترتب على صدور القانون بهذا الشكل هو احتجاز الالاف من البشر احتجاز غير قانوني وتنفيذ احكام بالحبس تصدرها محاكم الجنايات اول درجه. لكن زي ما شفنا في الخبر ده في موقع المنصه ان التعديلات شكليه. ابرز التعديلات كانت ايه؟ بص هات بقى الجراف بتاعنا. 8 معلومات عن قانون الاجراءات الجنائيه بعد موافقه البرلمان. يختص القانون بشان استئناف الاحكام الصادره من محاكم الجنايات. ياتي تنفيذا لنص الدستور اللي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الاحكام. يكفل القانون حق الدوله في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء. بموجب التعديل يحق المتهم أو النيابة العامة استئناف أحكام محكمة الجنايات، ده أول درجة. يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تنظر في قضايا الجنايات. إعطاء النيابة الحق في الاستئناف على الجرائم الجنائية. حدد القانون 3 مراحل التقاضي. الصياغة والديباجة حلوة وتخليك تتفائل، شكله كده كويس وبيسمح بدرجات تقاضي اهو. ايوه لكن ايه بقى؟ زي ما احنا عارفين الحدايه ما بتحدفش كتاكيت، وان لازم يكون في ان في الموضوع ده. الحكايه دي فيها ان. ايه الان اللي في الموضوع؟ القانون بقى مليان بالانات، زي مثلا ان التعديلات بتلغي الحد الاقصى للحبس الاحتياطي عشان السيسي وزباينه يحبسوا اللي هم عايزينه الى ما لا نهايه. بتخلي القانون هم اللي قالوا بتلغي قانون، ولا قانون ولا وجع دماغ، او الخبر بيقول كده. تعديلات قانون الاجراءات الجنائيه مجلس النواب يحذف عباره تجاوز ضباط الداخليه من المضبطه. حذفها يا بيه. اكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الاغلبيه انه الكل ملتزم تحت مظلة القانون، ودعا لحذف عبارة تجاوز ضباط الداخلية. النائب الوفدي محمد مدينة قال في كلمته ان تعديلات قانون الاجراءات الجنائية يحمي حقوق المواطنين، مضيفا لو اختلفت مع قاضي في المحكمة او مع تجاوز ضباط وزارة الداخلية يفصل بين القانون الذي يحمي كذا. فالمستشار حنفي الجبالي وافق على اقتراح القصبي بحسب كلمة تجاوز ضباط الداخلية. خلال جلسة البرلمان الدكتور فريد البياضي عضو البرلمان اتكلم عن النقطة دي وقال ما ينفعش ان يكون في سياسيين ومتهمين في قضايا رأي يتم حبسهم 10 سنوات احتياطي. اسمع كده. التعديل باختصار، هرجع للماده 143 من القانون الاجراءات الجنائيه، والماده دي بتمنى سرعه تعديل القانون كله وتعديل هذه الماده، لانه غير مقبول حتى الان يكون الحبس الاحتياطي لمده لسنوات طويله وكثير منهم متهمين في قضايا راي وسياسيين وغير خطرين على الامن، ويتم حبسهم لمده سنوات طويله تحت الحبس الاحتياطي. فاطالب مره اخرى المجلس بسرعه انجاز هذا التعديل، واعتقد ان الجميع يتفق والحوار الوطني والاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان مع تعديل هذا القانون. فحتى يتم تعديل هذا القانون الماده 143 سيادتك استاذنا، وعارف انه في فقره اخيره اضيفت ليها بتقول ان محكمه النقض ولا محكمه الاحاله اذا كان الحكم صادرا بالاعدام او بالسجن المؤبد ان تامر بحبس المتهم احتياطيا لمده 45 يوما قابله للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها. فهي نسفت اللي قبلها كله. الفقره الاخيره دي بتقول انه لو حضرتك عارف لو حد في احيل لمحكمه نقض او محكمه احاله فيبقى المدد الحبس الاحتياطي اتفتحت لسنوات، في ناس قعدت 10 سنوات محبوسه احتياطيا لان القضيه راحت لدرجه اخرى في القضيه. انا التعديل باختصار مش عايز انه يطبق على محكمه الاستئناف، فانا عايز اضيف الفقره قبل الاخيره هقول انه لها ان تامر بحبسه احتياطيا بما لا يتجاوز كذا، واقف عند
الجزء ده من الماده 143 ما احطش السطرين بتوع الفقره الاخيره عشان ما يجيش محكمه الاستئناف اطبق الفقره دي عليها ويفتح الحبس الاحتياطي يبقى المتهم بيحكم في الاستئناف ومحبوس بقاله 5 6 سنين وعدى السنتين اللي هي المفروض اللي هي في نص الماده 143 حد اقصى للحبس الاحتياطي اذا كان محكوم عليه بالمؤبد والاعدام. قلت لي بقى يعني المقصود هو المعارضين السيسي او اي حد مخالف لراي السيسي، يعني اللي يتظاهر زي النشطاء اللي اتظاهروا عن سلالم نقابه الصحفيين او اي حد محبوس في قضيه راي، مش محبوس يعني حبس احتياطي، حد اي حد اي حد عبر عن رايه ترميه في السجن 10 سنين والقانون بيقول كده عادي. يعني قول لي انك انت عايز كده، قول لي انك انت شعبيتك بقت في الطين، قول لي انك انت مش متحمل اي حد يتكلم دلوقتي، قول لي كده، قول انك انت بتغير قانون كنا الحقيقه انت اللي عامله في 2014 كنت بتكلمه على انه الحبس لا يتجاوز بعد ثوره يناير لا يتجاوز غير سنتين حبس الاحتياطي، لا يتجاوز سنتين مهما كانت قضيته، بعد سنتين اما في قضيه اما يخرج، دلوقتي بقى مفتوح 10 سنين حر بقى وكله بالقانون، ما بقاش في حد اقصى خلاص، ما بقاش في سقف، ما بقاش في حد اقصى. قول لي انك انت عايز كده، امال ايه؟ فعملوا ايه بقى؟ قدموا كمان مقترح في تعديل قانون الإجراءات الجنائية عشان يخلي مهمة مفتي الجمهورية حقيقة يعني في تصديق الأحكام على الأعدام دي تبقى مرة واحدة مش مرتين، يعني المفتي يصدق مرة واحدة بس مش مرتين، يصدق على أحكام الأعدام مرة واحدة، كان متبع قبل كده أنه يصدق مرتين دلوقتي بقى مرة واحدة. قصر موافقة المفتي على الإعدام لمرة واحدة يثير الجدل في النواب ورئيس المجلس يحتد على الحكومة. وحصلت مشادة تمثيلية كده بين وزير العدل عمر مروان ورئيس مجلس النواب حوالين دور المفتي. قال يعني حنف الجبالي قلبه على المفتي. اسمع، نقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بأخذ رأي المفتي لتصبح مرة واحدة بدلا من مرتين، فلا داعي لأخذ رأي المفتي مرتين. فحنف الجبالي قال له هل قرأت الدستور؟ المقترح يخالف حكم محكمة النقد وهذا أمر غير مقبول من وزير سياسي. زعل يعني. في النهاية المجلس رفض طلب الحكومة لتعديل المادة بتاعت عقوبة الإعدام زي ما الحكومة كانت بتطلب. النواب يرفض طلب الحكومة لتعديل مادة عقوبة الإعدام في الإجراءات الجنائية. النواب رفض. بس في بشرى سارة للمواطنين تانية غير مجلس النواب انه بيناقش القانون، حذف عباره تجاوز ضباط الشرطه، حذفها من المضبطه. قال لك ما يصحش نقول كده على الشرطه المحترمه، عيب. دي البشرى الساره يعني. على اي حال معروفه يعني عشان ضباط الجيش الحقيقه او ضباط الشرطه الداخليه مش بيغلطوا، وايه يعني لما يغلطوا؟ يعني هم بيقبضوا على مواطن عادي كسروا له ضلع، فتحوا باب شقه، سحلوه، قتلوه. ما يتحكمش الضابط احمد زي ما كان بيحصل زمان، وده اللي قاله السيسي من سنين ايام ما كان وزير دفاع. اسمع، لكن مش هيصل بيه انه يستعد انه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش، حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحكم الضابط احمد؟ لا مش هيحصل، خلاص خلاص بقى انتهت القصه دي. على كل حال ايا كان هي بلدهم ودي قوانينهم وده دستورهم، ولا دور للقانون ولا البرلمان ولا المؤسسات الرقابيه ولا اي حاجه في الدنيا.